مدينة برج منايل تحتضن عائلة خروب تناشد وعائلة اليد في اليد ترافق. بنتي علاش هكي تبكي؟ قولي لي انت يا ما كيش عايشانه، وعلاش ما كيش عايشانه بنتي؟ بس كمان عندش بلاصة، ما عندش بلاصة في الدار. كما راك تشوفي خويا، عندي 5 بنات وطفل. دي فوات هذاك الطفل نتمنى لو كان جا طفله كيما خياته باش يريح، باش يريح في الدار، ما تجيش هذاك الفيستا الحرقه في راسه. على عنده فيستا الحرقه؟ انا باك يشوف اقدر يقول لي ماما عييت، ماما ما نقدرش نغير، يقول لي ماما ما نقدرش نبقى لا قد انا مع خياتي وبابا ويما. انتم ترقدوا كاع حنا كامل انا. خطرة في الزيت خطرة في المسؤول 16 يوم وانا في الجزائر، كان عندها عام ونص تمشي. انا حميت الماء باش نغسل الحوايج، خزرت مورايا صرتها لداخل البسين، نحقت كومبليتمون هنا سيكاتريزو، كان ما كاش شويه حتى لهنا. حبل قرا كي داس، واش خصك باش تقرا كي ما انا قدرتش تقرا هنايا. كاك رحت الفلوقه ورحت كش ما قدر الله غرقتو. كيفاش تخليهم؟ انا قلت له وليدي قتلني وراه، ما نقدرش، انا ما قدرش نخليكم، باذن الله نعاون. هذا لوكا هذا نائب قايه سمعي تعرفوه؟ هاوي والله هذا لوكا سمعي بيه سمع. ما عنديش اشكال انا نكون نلقاي اليد العامله هنا باذن الله. رانا هنا هذيك كورب ليزير كاع اسكو نقدر نتكل عليكم لي جوج. الله 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 يا كامل يد في اليد يا كامل. ناس برج منايل في عملية احتواء المغامرة. تقدر تعفس على قلبك وتعاوننا فضلك بليزير. الله يستر بليزير. حبك برسكي وراح انا ريبناها. خلاص تختم الفرصي وقبل رمضان كي لحق رمضان يا خويا، معليش الصباح نخدمه بالعقل، في الليل في السهرة نخدمه، بصح المشكل كاع راهو في الفطار. احنا دوك نديروا اللي علينا. والنتيجة كانت حتمية بالنظر لكل من وقف مع الفريق طيلة شهر كامل. انطلق العملية من بداية النهاية كرئيس مجلس شعبي ولائي، ولا كسكيطة واحدة أخرى كما نقولوا هنا، كرئيس مؤسسة خاصة في ولاية بومرداس. سي فاطمة بلاك في افوتر اونتيير ديسبوزيسيون، عطونا كاع واش تحتاجوا، البيبان 100% من الدخله حتى لاخر غرفه علينا شرف. تهلاو في رواحتكم يا جماعه، ومازال الخير في بلادنا، ومازال الخير في ولادنا. قدم لكم هذا البرنامج برعاية جيون إلكترونيكس. قدمت لكم هذه الحصة بمساعدة لو غران. لو غران، كاليتي و سيكوريتي شي فو. لو غروب دي سوسيتي حسناوي كونستروي فوتر افونير. هذا البرنامج برعاية زوم ترافل، راحة متعة ثقة ونزاهة.